مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القاسم من محافظة قنا. نحن الآن متواجدون في موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق هنا في قرية الترامسة بمحافظة قنا، والذي راح ضحيته طبعا 4 ضحايا و11 مصابا راحوا ضحية انهيار المنزل. زي ما شايفين طبعا حضراتكم منظر المنزل بعد الانهيار. طبعا فور طبعا الانهيار انتقلت قوات الأمن والوحدة المحلية والإسعاف والحماية المدنية، وقاموا بإنقاذ طبعا 11 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى انتشال 4 جثث من داخل الأنقاض، زي ما شايفين حضراتكم معانا في البث المباشر. المنزل المنهار أمامكم في البث المباشر، زي ما شايفين طبعا النهاردة السبت، طبعا أصيب 11 شخصا وتوفي 4 آخرين أثر انهيار منزل داخل قرية الترامسة هنا في مركز قنا. أعزائي المشاهدين، نحن متواجدون داخل طبعا موقع الانهيار، انهيار المنزل هنا داخل قرية الترامسة في مركز قنا. المنزل طبعا راح ضحيته 4 جثث و11 مصابا هنا داخل قرية الترامسة في مركز قنا. زي ما شايفين حضراتكم الانهيار المنزل هنا داخل القرية، والذي تسبب في 4 ضحايا و11 مصابة. طبعا زي ما شايفين حضراتكم معنا في البث المباشر، المنزل المنهار طبعا هنا داخل قرية الترامسة في مركز قنا. طبعا منزل مكون من 3 طوابق انهار على الأسر المتواجدة به، فأدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام. طبعا فور حدوث